عادت رائحة القنابل المسيلة للدموع والغازية إلى شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية نتيجة تظاهرات أصحاب السترات الصفراء بعد 8 أشهر على توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا. يقول المتظاهرون إنهم عادوا إلى الشوارع لأن الحكومة لم تنفذ أي من مطالبهم بعد مضي 2 تقريبا على خروجهم إلى الشارع. انظر، هذه عينة مما يجري. القمع مستمر منذ 2، لذلك نفضل أن ينكل بنا وأن ندفع غرامات على أن نتراجع عن مطالبنا. فرنسا لم تعد دولة ديمقراطية. سيارات محترقة ودراجات نارية وكهربائية وهوائية وحاويات القمامة في الأحياء التي عبرت فيها تظاهرات نتيجة مواجهات بين مجموعات البلاك بلوكس والشرطة التي استخدمت القوة ونشرت الحواجز المدعمة بالآليات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى جادة الشانزليزيه التي أقفلت كل محطات المترو والقطارات المؤدية إليها. ماكرون ليس شرعيا، صنعه الإعلام وروج لانتخابه. الأمر هنا ليس أفضل مما يجري في ليبيا أو سوريا أو غيرها. ما نسعى له هو الحصول على حقوقنا. ما زلنا هنا نناهض الرأسمالية لنعيش بكرامة ولنحافظ على البيئة في مواجهة سياسة لم تفعل لنا شيئاً. قائد شرطة باريس توعد المتظاهرين في حال خروجهم عن خط سير التظاهرات المرخصة، فنشر ما يزيد عن 5000 شرطي فتشوا المارة والمتظاهرين الذين أوقف ما يزيد عن 400 منهم، فيما تم تحويل العشرات إلى القضاء. على الرغم من تفشي فيروس كورونا في المدن الفرنسية، عادت المواجهات بين السترات الصفراء وقوات الأمن في الشوارع، حيث يصر المتظاهرون على أن تستجيب الحكومة إلى مطالبهم بتحقيق العدالة الاجتماعية. توني شميلي، الحرة، باريس.